هنبدأ الحين فاشن شو هنا في إيلين كومن بيت الفيزاني منظمينها نورت. عندنا 3 options، 3 خيارات نختار منها الزي ونشوف مين الفائز. عرض أزياء، كل واحد يعرض أزياء من بلاد، نعمل التصويت ونحسب الأرقام بعدين ونشوف مين الفائز. بدينا. رقم 2 لبس مغربي أتوقع. رقم 3 لا، 3 لا تفوز. رقم 4 يا سلام يا سلام، رقم 4 جميلة. عسلامة عسلامة أختي. أهلين، اسمك؟ ألفة. ألفة ألفة. وأنا سارة. نتشرف وعيشك. شكرا على حضوركم الحفلة هذه الصغيرة اللي عملناها. شكرا على استقبالكم. حضروا الصغار مع بعضهم من حلو. كل البلدان العربية، أنه يكون هيك فما لمسة من التراث من كل بلد. جميل. والحمد لله معناتها أول مرة معناتها تصير لنا، وإن شاء الله نعودوها مع أكبر وتكون مع أحلى إن شاء الله. يا رب. لا أكيد إن شاء الله حنشوفك بمكان يعني كمان بحجم أكبر وناس أكثر بإذن الله. يعني كان اليوم الحضور جدا جميل. شكرا. شفنا ناس ميخي. من السودان، من اليمن، من تونس، السعودية، من المغرب، من الجزائر، من ليبيا. جميل. واحنا في قهوه ومطعم تاتش تبعه نتاعه ليبيه فعلا. كلها بالاشياء العربيه لكن حلوه. جميل جدا، جميل جدا. وحلو انه نشوف اكتيفيتيز ونشاطات للبنات في هالعمر، لانه ما في يعني كثير ناس تعجز تاخذ اولادها على اماكن فيها نشاطات، وكمان شيء يكون يلمس تراثهم وتقاليدهم. صح. What amazing moms are we, right? Like, إنه نعمل أشياء أنشطة وإحنا معانا أطفال، صحيح؟ إيه صح والله. والله يعني الناس شايلة هم أطفالها قاعدة في البيت، ما بتنسق، ما بتعمل حفلات، ما بتنظم ولا شيء. عارفة يعني. وإحنا نعمل أشياء. هذا اللي نفهم فيه الأمي مثلاً، كلها معناتها you're not organized وأنتم أولادكم عندكم غير الزوز وإحنا ربينا ما أكثر. yes but اللي نعمله فيه is not just نربو، إحنا يعني في برشا حاجات معناتها لازم بين البيت، زوج، المدارس، الأكتيفيتي، هذا الكل معناتها تنحسب علينا. صحيح. هو عايشين في غربة يعني حابين نروي أولادنا ثقافتنا، يعني ما ينسوا تراثنا. صحيح. إيه هذه لازم ديما نفكروهم يكونوا مع ناس من نفس التراث، من نفس الكولتشر. يعني صحيح. كل البلدان العربي العرب هي ما فماش فرق بالكل. صحيح. اما لكن الحاجه اللي تلمدنا الكل وتلمنا هي لمتنا، هي كرمنا، هي حبنا لبعض. جميل. وهذا لازم الجيل الصغير معناتها يكون هو اللي صحيح ياخذ ويتعلم ويعرف، واحنا مسؤولين عن هذا الشيء. الايفنت اللي بعده واسم منظمتكم. احنا نورت، منظمتنا اسمها نورت. نيكست ايفنت ان شاء الله باش يكون 2nd اوف جولاي للعيد الاضحى باش يكون اوت دور ايفنت. نفس الفكره على عيد الفطر، انه ان وي برينج بيبل توجذر، ونفس الوقت احنا نحب نعرف زادة على نعرف على تقاليدنا وثقافتنا للي هم ما همش عربيين. نفس الوقت أن أولادنا هتكون مفتوحة للجميع. إيه هو إيفنتاتنا كلها مفتوحة للجميع، كل الإيفنتس مفتوحين للجميع، وهيك الأولاد يكونوا براود معناتها وبيعرفوا
الروتس نتاعهم. جميل، ان شاء الله نلقاكم باذن الله نورت ونشوف ندخل على الايفنت، وحنحط لكم الصفحه عشان تعرفوا فين تحجزوا للعيد. مرحبتين بكم، شكرا جزيلا لكم، فرصه سعيده. مرحبا اختي ايمان، اهلا وسهلا بكم، مرحبتين. كلمين عن الايفنت اليوم اللي حاصل هنا. الايفنت اليوم طبعا انا ايمان الفزاني، صاحبه مقهى بيت الفزاني الثقافي من ليبيا، وبالنسبة لليوم درنا عرض أزياء للأطفال باللبس التقليدي بتاعهم، فحبينا يعني يشاركوا من السعودية، من المغرب، من عدة دول، الجزائر، مصر مثلا، ليبيا، يشاركوا باللبس التقليدي بتاعهم، يكون تبادل ثقافات، ويكون كيف ما تقولي يعني تعريف للأطفال بالثقافات الثانية العربية اللي موجودة في بريطانيا. ممتاز جدا، احنا انبسطنا يعني. وشفنا يعني ما شاء الله شفنا جنسيات كثير مختلفة موجودة من اليمن، من مصر، من ليبيا، سودان، من الجزائر، من السودان، تونس، يعني صح، بدون استثناء من تونس. انبسطنا كثير. متى تعمل لوحدة للكبار كذا؟ والله إن شاء الله الفكرة الخطوة الجاية هي حنديروا شيء للكبار، ممكن ديروا من عدة يعني بلدان، وممكن ديروا حتى اللبس التقليدي الليبي، وحدة متخصصة باللبس التقليدي الليبي يتعرفوا عليه الغير ليبيين ويشوفوا الثقافات، ثقافة مختلفة إن شاء الله. إيش عاملة بالعيد الأضحى؟ في شيء إيفنت هنا الحين؟ والله إن شاء الله حنديروا برامج، حنديروا ممكن حفلة عيد للنساء، وفي مجموعة من المغربيات تقريبا حاجزين يوم للعيد، ومجموعة من المصريات، راح يكون إن شاء الله في برامج لاحقة إن شاء الله. هنحط العنوان تبع بيت الفيزاني وين يقدروا الناس يشوفوكي في الإنستغرام إن شاء الله. تمام. ويشوفوا وين المناسبات الجاية بإذن الله. يعطيك العافية إيمان. شكرا لك سارة، أنستينا ونورتينا. شكرا، مع السلامة.